هبة تميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد تضعنا في تفاصيل هذه الجولة من المباحثات. هبة أهلا بك. إذن هل هنالك من تفاصيل جديدة للجولة الأولى للحوار الثنائي لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق الآن بعجالة؟ نعم يا رعد، قبل دقائق يعني قبل دقائق من مداخلتي فيعني اتى بيان رسمي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه بشان انطلاق المباحثات وانطلاق هذه يعني الجوله من المباحثات من اعمال اللجنه العسكريه العليا بين العراق والولايات المتحده العراقيه، يعني بقياده الولايات المتحده العراقيه لمراجعه مهمه التحالف الدولي ووجود التحالف الدولي لمحاربه داعش بعد انتصاره على يعني احتى المجاميع الارهابيه في العراق. وايضا قال في بيانه الرسمي سيتولى مختصون عسكريون بشان انهاء مهمه التحالف الدولي، وستكون هنالك بعد ما تم تحقيق يعني الكثير من الانتصارات بمشاركه من القوات يعني الامنيه العراقيه بدحر عصابات داعش الارهابي في 2017، فبالتالي سيكون هنالك صياغه جدول زمني محدد لانهاء المهمه العسكريه للتحالف الدولي وانتقالها الى علاقات ثنائيه يعني على أصعدة شاملة ومهمة وتعاون مهم وصداقة مع الدول في أعضاء التحالف الدولي، وسوف تشمل العلاقات الثنائية في مجالات متعددة وشاملة، وستكون العراق أيضا ملتزم بسلاسة يعني الحماية البعثات الدبلوماسية ومستشاريه من التحالف الدولي في العراق بعد الاتفاقية الأخيرة في 2018 بخصوص الانضمام العراق للتحالف الدولي. لذلك يعني عبر أيضا رئيس الوزراء محمد الشجاع السوداني عن تثمينه ودور التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وسوف تكون إنهاء مهمة التحالف الدولي لتكون هنالك مرحلة جديدة وهي مرحلة مباحثات أو جولة ثانية لهذا الحوار، وبالتالي سيكون هناك موقف أو وقفة جديدة معك. هبة أعتذر منك فقط لضيق الوقت. هبة تميمي شكرا جزيلا لك على آخر تفاصيل لهذه الجولة، جولة المباحثات العراقية والتحالف الدولي في العراق. شكرا جزيلا لك.